تكون تعبان، تكون تعبان سي با لا فان تريح في الفولون، لانه هو راه كريم في الله. نركز جهودنا على خطورة الإفراط في السرعة خاصة في أوقات الأخيرة من الإفطار، خطورة المناورات الخطيرة المرتكبة بغية الوصول في وقت محدد، النرفزة والمشحنات، فقدان التركيز، قلة النوم والتعب والإرهاق، التغيير السلوكي المصاحب للسيام، استخدام مختلف مصادر الإلهاء خاصة الهواتف النقالة، مخاطر السياقة لمسافة طويلة أثناء الصوم. والهدف من هذه العملية رفع درجة الوعي واليقظة لدى السواق، ومن أجل تحسيسهم بتطبيق قانون المرور للمحافظة على الأرواح البشرية وممتلكات الأشخاص، كما تم تقديم مطويات لفائدة مستعمل الطريق تتضمن نصائح وإرشادات وزيادة الوعي المروري بهدف غرس ثقافة مرورية سليمة قوامها احترام قانون المرور.